موجود هنا عشان انا ضد اي اعتداءات سواء من المجلس العسكري او اي حكومات على رموز الثوره المصريه. بدات بتشويه دكتور محمد البلدي مرورا بدكتور ممدوح حمزه، الشيخ مظهر شاهين، نوره نجم، بعض القيادات الثوريه وشباب الثوره. سيد صراصير راحوا فبركوا شريط من عدة لقاءات مختلفة وفيها الكلام اللي هم فبركوه ما عرفوش حتى يزنوه، وفي 39 شريط في 12 دقيقة. وطبعا كلام فاضي، كنت طبعا ان النائب العام يحولها لنيابة امن الدولة العليا ده واجبه. انا لو انا النائب العام يجي لي واحد يقول لي ده فلان عاوز يخرب البلد بس طبعا لما يفتحوا القضيه ما فيش قضيه اساسا، لما يفتحوا التسجيلات وتيجي من التلفزيون او من الاذاعه الناس الخبراء هيعرفوا ان الكلام ده كله كلام صغير. بس مش ده السؤال بقى، السؤال ده بيحصل في مصر ليه؟ بيحصل في مصر عشان قعدوا من شهر يونيو يشيطنوا في الثوره ويكرهوا الناس في الثوره ويخلوا الشعب يحاول يكره الشباب اللي زي الفل اللي انقذ شعب مصر من انه يصبح قطعه موبيليا موجوده في اي بيت تورث من اي اب لاولاده.